my university. احنا دلوقتي في جامعة كوريا او Korea University in English. قررت ان انا النهاردة اوريكم حوالين الجامعة بتاعتي عشان في ناس كتيرة اوي طلبت مني ان انا اوريهم انا جيت الجامعة ازاي وعملت ايه وكده. فقلت النهاردة هنعمل like a university tour. للأسف دلوقتي since it's winter الجو برد اوي وشايفين السماء ورايا شكلها عامل ازاي. actually النهاردة كانت بتمطر فما فيش ناس كتير قوي الا الناس اللي بياخدوا winter semester. ف I think that's also better عشان المكان افضل شوية وهناخد راحتنا واحنا بنصور. so let's go. so المكان اللي ورانا ده اسمه Central Plaza ودلوقتي هو فاضي بس لما الجو بيبقى حلو كلنا بنيجي هنا لما يكون عندنا break وبنفرش و we order chicken و pizza مش عارفة ايه وبناكل. and المكان ده مفتوح طول الليل ففي ناس برضو. انا فاكره مره كان في اللي هو the shooting star, كان في shooting star نازل فكله بالليل قاعد هنا وفرش وقعدنا نتفرج على السماء when the shooting star was here. ف that was like a really really nice experience. اول مكان هوريه لكم في الجامعه طبعا ال department بتاعي. انا بدرس business administration, ده الميجر الاول بتاعي, والميجر التاني بتاعي media communication. فهوريكو اول مبنى دخلته, اول كلاس دخلته, كل حاجة في اول سنة جيتها في كوريا. and المكان اللي فضلت فيه 4 سنين زي بيتي دلوقتي. ف I'm really really excited ان انا اوريكو المكان ده. قبل ما نخش المبنى كنت عايزة اوريكم مكان برضو كنت بجيه ساعات. المحل ده احنا صورناه من شوية, في مرشندايز كلها عن الجامعة, مثلا تي شيرتس ومقالم وقلام ولايك محافظ, كل حاجة كلها مكتوب عليها Korea University. خصوصا لما نبقى في اول سنة بقى بنبقى مبسوطين ان احنا دخلنا الجامعة دي, فدايما بنشتري الحاجات اللي بتبين ان احنا من الجامعة. ف I think في اول سنة برضو كنت باجي هنا كتير. الماسكوت بتاعنا بتاع Korea University هو النمر ده. فعندنا النمر العادي والوايت تايجر, النمر الابيض كمان, هما الاثنين الماسكوتس بتاعنا. فاحنا نعتبر في الجامعة هنا نمورينو. دايما التي شيرتس او الهدوم اللي بتبقى بتاعت Korea University بتبقى عليها اللوجو هنا, وبعدين من ورا دايما عندنا النمر الاحمر. لازم عندي من ده كتير في البيت. احنا دلوقتي قدام المباني بتاعت البيزنس سكول. عندنا البيزنس سكول 3 مباني, واحد بس مين بيلدينج فيه كل الاوفيسز, ومبنيين, واحد اسمه ال جي بوسكو والتاني اسمه هيونداي موتورز هول, والاثنين دول هما اللي فيهم كل الكلاسز. اوكي, فهما في سبب ان هما اسمهم ال جي وبوسكو وهيونداي عشان ال3 شركات دول اكبر 3 شركات في كوريا, وهما اللي دعموا البنى بتاع المباني دي للجامعة بتاعتنا. سو احنا نعتبر كبزنس سكول عندنا يمكن من احلى المباني اللي في الجامعة. سو هوريكو نبذة من المباني بتاعتنا, تعالوا معي. احنا دلوقتي هنخش اول حاجة الكلاسز اللي انا كنت بدرس فيها في المبنى بتاع هيونداي. سو تعالوا معي. دي واحدة من my favorite classrooms في المبنى ده. اخدت اكتر من كلاس هنا, واحلى حاجة ان هي واسعة قوي وبتلف كده حوالين البروفيسور لما بيكون واقف وبيدرس وكده. واكتر حاجة برضو بحبها عن المبنى ده والمبنى بتاع ال جي بوسكو برضو ان في كل ديسك كده في حتة ممكن نشحن فيها our laptops and our phones كمان. so that's also very very convenient. so usually professor بيكون واقف هنا بيبقى عنده المايك بتاعه فكل حد في ال في الكلاس بيسمعه. وبعد كده عندنا 3 boards وكل بورد برضو بتنزل وبتطلع كده. ف هنكتب حاجة كتير قوي في المحاضرة. so that's really nice. وبرضو طبعا الباوربوينت presentation البتاع بتنزل, السكرين بتنزل, بنتفرج على فيديوز وباوربوينت وكده. ف
صراحة دي واحدة من أحلى وأنظف و like the most comfortable classrooms that I have. عندنا برضو حتة اللاونجينج وده أحلى دور برضو عشان طبعا فيه اللاونج, بس كمان عندنا شوية study rooms أو study group rooms, وكمان عندنا الميني سوبر ماركت, فالحاجات دي كلها برضو مهمة أوي. عندنا اللاونج هنا أو منطقة اللي you know just الجلوس اللي نذاكر فيها تعال. اللي موجودين دول كلهم اسمهم study group rooms. طبعا احنا في جامعة هنا كبزنس سكول يعني عندنا team projects كتير قوي, فعشان احنا نتجمع ونحنا you know نعمل discussions عن ال projects وكده تبقى حاجة مهمة قوي ان احنا بيبقى لينا مكان احنا نعمل كده. فالrooms دي بتبقى فيها you know like a meeting room, ترابيزة في النص و like you know a screen و everything, والحيطة كلها معمولة من whiteboards, يعني احنا ممكن نكتب على الحيطة ويعني نكتب افكارنا وكل حاجة على الحيطة, وبعد كده you know we just work on our team project. فدول برضو طول 4 سنين اللي انا كنت فيهم كنت دايما بستعملهم مع teams بتوعي. كان في المبنى الميني ماركت, طبعا كل بريك المكان ده بيبقى مليان ناس, بيبقى في لاين بنيجي هنا ممكن you know ناكل like راميون وتشيكن والحاجات دي الصغيرة, يعني شوية سناكس كده أو نشرب عصاير. وكمان ناحية تانية عندنا كافيه actually, ف if you wanna get يعني quick coffee بين الكلاسز دي برضو حاجة مهمة. وعالجنب التاني هناك عندنا مطعم صغير, so كل بريك كل students بيبقوا مالين المكان هنا. so من هنا المبنى ده is connected للمبنى التاني اللي جنبه, ف بننزل دايما من الطريق ده بنروح لو عندنا classes في المبنى التاني. المكان صراحة بيلخبط قوي, وأنا أول ما جيت يعني أخذت يمكن شهر عشان أتعود وأفتكر وأحفظ كل الطرق دي, لأن فعلا ممكن نوصل لأي مكان ب50,000 طريقة. فخش من باب هناك. اللي موجودين على الجنب دول برضو كلهم classes, بس في ناس قاعدة بتذاكر دلوقتي في اللانش, فأنا مش عايزة أصور وأزعجكم يعني. وكل اللي انتوا شايفينهم هنا دول كمبيوترز, كل الناس بتيجي هنا علشان يعملوا print أو you know يعملوا print لل assignments بتاعتهم لل homeworks وكده. أحلى حاجة عن المبنى ده إن احنا لو نزلنا من السلم ده ممكن نوصل لل underground أو تحت الأرض بتاعت الجامعة كلها. فالجامعة كلها موجودة فوق, وعندنا برضو كل الفاسيلتيز موجودة تحت الأرض ومرتبطة ببعض. هوريكم ازاي. أول ما جيت الجامعة وشفت إن عندهم اسكليتر أو سلم متحرك كده جوه الجامعة, طبعا اتفاجئت, يعني حاجة عمري ما كنت أتخيلها. كويس عندنا هنا ثلاث نمور بتاعنا the mascots of the university. احنا كده دلوقتي تحت الارض تحت الجامعة بالضبط, ف في حاجة كتير قوي برضه موجودة تحت الارض which is really interesting, فعايزة اوريها لكم دلوقتي. الأماكن اللي زي كده تبقى موجودة لنا عشان نرتاح فيها, you know just chill. ساعات بنقعد نذاكر برضو, وفي هنا برضو chalkboard
سبورة لكل الناس بحبوا يكتبوا إنه أسميهم or just notes or anything. في ناس كتير بتيجي تنام هنا برضو, فدي حاجة حلوة عشان المنطقة اللي تحت الأرض دي بتبقى مفتوحة 24 ساعة, فبرضو لازم نبقى فيها هادين قوي. الناس يعني بيحبوا يجوا هنا بس to relax, وبرضو الحتة دي especially يعني ما تديش الشعور نحنا في الجامعة. It's more of like a chill place. It's really nice. من شوية احنا تكلمنا عن المكان الهادي ورايق وتحس ان انتو مش في جامعة, بس قدامه بالضبط في منطقة العكس تماما, يعني المود اللي جواها تقيل قوي وكله قاعد بذاكر وبطريقة يعني غريبة, وهادي المكان طبعا قوي. فإف لو انتو شايفين هنا it's like زنزانة. It's like prison. كأن الناس حرام بيتعذبوا جوا. طبعا انا كان ممكن اصور جوا بس you know الناس قاعده بتذاكر دلوقتي, بس احس كانوا بعيب ان احنا نصورهم. بس اوريكم الطريقه اللي احنا بنخش بيها هنا. لازم يبقى معانا student ID card. student ID card اللي لسه عندي. اوكي okay. use it here. صراحه انا جربت اذاكر هناك اكتر من مره بس ما قدرتش, المود مش بتاعي تماما. بس في كوريين كتير قوي يعني بيبقوا متعودين على المود اللي جوه ده, على الهدوء التام, على ما تسمعش اي حاجه غير الورق اللي هو بيتحرك وكده. فصراحه I applaud them. دي حاجه amazing. انا ما اقدرش اعمل كده بس هما بيقدروا. والمكان ده بيبقى مفتوح 24 ساعه, في ناس كتير قوي بتنام هنا وبتذاكر طول الليل. واللي ورايا دلوقتي عندنا ميني فود كورت. عندنا الاول مكان ممكن ناكل فيه كل انواع الكوريين فود السريع, وجنبنا برضه عندنا طبعا برجر كينج, يو جايز نو ات اكيد. ف ساعات ناكل ده ساعات بناكل ده, وساعات نطلع برا بقى كامبس عشان ناكل حاجات تانية. فالنهارده هناكل اكل على الكامبس. الأكلة دي اسمها معروفة بيبيمباب, وطبعا في أنواع كتير قوي من البيبيمباب. البيبيمباب بيبقى رز مع خضار, بس النوع اللي أنا جبته رز ومع جبنة وخضار طبعا ولحمة. So it's really good لأن بصوا الجبنة عاملة ازاي. It's like amazing. عشان بحب الجبنة قوي, So I'm very happy إن أنا جبت دي. طبعا المكان ده كنت باجي دايما بين الكلاسز لانه قريب قوي من الكلاسز بتاعتي, موجود literally في نص الكامبس تحت الارض. ف it's also really nice. احنا دلوقتي في واحد من اجدد المباني, يمكن هو فعلا اجدد مبنى في الجامعة كلها. لسه مفتوح من شهرين يمكن, والمبنى ده معروف انه ما فيهوش ولا اي كلاس روم, بس مليان بقى لاونجز واماكن الستودنتس يرتاحوا فيها ويذاكروا فيها وكده. بس الديزاين بتاعه very very modern, فعايزه اوريكم شكله عامل ازاي. اوريكم اوسع منطقه في الجامعه كلها, مكان فاضي for no reason. زي ما انا بقول المبنى ده لسه جديد, فالإليفيتر ده لسه it's still under construction, لسه قاعدين بيظبطوا فيه. حاجة كنت عايزة أوريها لكم جديدة برضو, دي أول مرة تتعمل عندنا في الجامعة, هو الكارول سيستم. والكارول دي بتبقى فعلا أوضة صغيرة قوي لنفر واحد بس. كيف يعني؟ مثلا عندنا كل دول
to look inside. It's only for like one person. في الديسك واللمبة بتاعته والبتاع و it's like you know it's like حوالين ال floor ده كله في أوض كتيرة قوي. Actually ان انا اوريكم جامعتي وكده كانت حاجه كنت عايزه اعملها من زمان قوي, لان حاسه ان اكتر الفولورز بتوعي على السوشيال ميديا يعني دي يمكن اكتر حاجه هم عايزين يعرفوها, عايزين يعرفوا الحياه الجامعيه هنا في كوريا عامله ازاي وكده. ف I really hope ان اللي انا وريته لكم النهارده اداكم ولو يعني شويه او فكره بسيطه عن الحياه هنا ممكن يكون شكلها عامل ازاي كطالبه او طالب جامعي. ف you know ان انا جيت هنا ازاي والاكسبيرينس بتاعتي كلها وتعلمت كوري ازاي, الحاجات دي كلها مواضيع محتاجه لها حلقات تانية تماما. بس you know شويه شويه هعرفكم عن نفسي وشويه شويه I will share you know المعلومات اللي عندي كلها معاكم ان شاء الله. ف I really hope ان انتوا انبسطتوا بالتور دي. ولسه ما خلصناش, في حاجه كمان عايزه اوريها لكم. So wait up and we'll go outside and see all the lights and stuff. So let's go. حاجة حلوة بقى إن في الكريسماس especially وفي ديسمبر كله يعني في شهر 12 كله ال Central Plaza اللي هو بيبقى في وسط الجامعة بيبقى دايما مليان like Christmas lights و decorations حلوة قوي, يعني كده بتحسسنا إنه يعني في الوينتر سيزون. فكان نفسي برضه اوريها لكم especially دلوقتي. ف let's go and see them together. Actually في الصيف المنطقة دي بتبقى نافورة ويبقى دايما الناس خصوصا الأطفال الصغيرين يعني بيجوا هنا ويلعبوا في المية وكده, بس طبعا في الشتا بيقفلوها وبيعملوا منها decoration. ففي ناس كتير قوي بتيجي تتصور هنا especially في الوقت ده. So guys, دي كانت الميني كامبس تور بتاعتي, ان شاء الله تكون جامعتي عجبتكم. ويعني نصيحة انا عايزة اديها لأي حد متابع الشو وعايز يجي كوريا نفسه يجي كوريا, do it, seriously do it. يعني صراحة دي حاجة عمركم you're never gonna regret it, عمركم ما هتندموا ان انتوا جيتوا هنا, لأن فعلا الدراسة هنا it's really fun, it's really good, و experience كلها تجربة يعني it's just تجربة amazing كلها على بعضها. ما نعرف ان الموضوع مخيف شوية في الأول, you know كلها ثقافة جديدة ومكان جديد ما نعرفوش وكده, بس هتتأقلموا على طول وهتحبوا المكان وهتنبسطوا وهتبقى تجربة جميلة كلها على بعضها. so we should definitely do it. soon هديكم معلومات اكتر عن الجامعة هنا كل حاجة كمان. so stay tuned واشوفكم ان شاء الله في الابيسود الجاي.